أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.